لو سألت حضرتك عن برضو القطاع الخاص وفكرة أن البعض يشير أن تراجع دور القطاع الخاص في الفترة الأخيرة وأنه كان مفروض أن يكون دعمه للبلد أكتر من كده، حابة أعرف من حضرتك أكتر عن النقطة دي ورأي حضرتك في فكرة التراجع. وكان طبعا كان في تراجع في الفترات اللي فاتت ما نقدرش ننكر، نتيجة ان برضو تغير القوانين، وزي ما بقول كده المستثمر جاي سواء محلي او اجنبي عامل دراساته على ظل ظروف معينة ومزايا معينة واشتراطات معينة، وبعدين عبال ما بيبدأ الانتاج بتاعه وينشئ المصنع بياخده حوالي من سنتين لثلاث سنين، يبص يلاقي يفاجأ ان في تغييرات في القوانين واللوائح تؤدي الى ان هو المشروع بتاعه ما بقاش فيزابل او ما بقاش ناجح. فبرضه عملية الاستقرار والحكومة ملحة في انها تشارك القطاع الخاص وتديله فرص الاستثمار وعملية الإلحاح على تعميق الصناعة وعملية الإلحاح على إن إحنا نحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد، دي بيدي فرصة وتشجيع للقطاع الخاص إن هو يقوم بدوره. والمفروض إن الحكومة عاملة حسابها دلوقتي على حوالي 70% من الاقتصاد القومي يقوم بالقطاع الخاص أو أكثر. هل تم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، بسبب كورونا، بسبب الضغوط الاقتصادية، هل تم إغلاق بعض المصانع الفترة اللي فاتت؟ بص أقول لحضرتك هنا يعني أنا وجهة نظري في أزمات وأزمات مؤثرة من ناحية ارتفاع الأسعار وارتفاع التكاليف، لكن إحنا باستمرار بنتكلم على قانون الطبيعة العرض والطلب. طالما إن المعروض من المنتجات لا يوفي بالطلبات الموجودة، فباستمرار نسبة الانفليشن والتضخم وارتفاع الأسعار هيبقى باستمرار، والاحتياج للعملة الأجنبية والقروض وكلام من ده. لو يبقى فيه نوع من التوازن ويبقى فيه زيادة في العرض عن طريق زيادة للناتج القومي وتشجيع القطاع الخاص على إنه هو يقوم بدوره ويتوسع ويبقى عنده حوافز وعنده تشجيعات زي اللي احنا شايفينها دلوقتي، اعتقد ان هي هتبص لها حضرتك الكيرف يحصل فيه ان هو زياده في الانتاج وزياده في العرض ومنافسه في السعر لصالح المستهلك المصري. صحيح بالظبط.